بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل، أهلا وسهلا بكم. معي اليوم مقطع لمقام النهاوند، وهذا المقطع مهما أعيد ومهما أزيد ومهما أقول ومهما أعبر ومهما أصف من كلمات ومهما آتي بكلمة وجملة من هنا لوصف هذا الإعجاز، والله لن أفي حقه. الشيخ مصطفى إسماعيل أصبح يجري في دمائي، أنا مش عايز أطول عليكم وهنسمع المقطع ده بالجودة الأصلية، تمام؟ وياريت وإحنا بنسمع يعني نشوف مدى عبقرية هذا الرجل ومدى هذا الإعجاز الذي وصل إلى حنجرته. يعني هنسمع نسمع مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمام الله أكبر. قال
عالم تاني. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلى يوم القيامة. والله حاجة عظيمة جدا يا جماعة. ألقاكم بإذن الله في مقطع آخر، والسلام عليكم.